من ضحايا ديال هذه الوداديه. اليوم حضرنا الجلسه ديال النطق بالحكم في الاستئناف اللي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في المضمون ديالو بنفس الاحكام اللي تقالت في المحكمه الابتدائيه تعودت في الاستئناف. مجملا في الدعوه العموميه فيما يخص النصب والاحتيال وخيانه الامانه ما يمكنش نطعنوا في ما يمكنش نشكوا في نزاهه القضاء، الا انه في المجال في الجانب المالي ولا الشق المالي لهذه القضيه الناس المنخرطين مازال غير راضون على هذا الحكم، لانه هو صحيح ان السيد معتقل، صحيح انه تحكموا الاخرون تمت ادانتهم من طرف المحكمه، ولكن فين هما الاموال؟ فين هو التحقيق الموازي؟ فين علاش ما درش التحقيق الموازي في الاموال؟ فين مشاو الفلوس ديال عباد الله؟ ألف منخرط، هذه الجمعيه تابعه للقانون العام، السيد اللي كان محاسب ديالها ولو انه غير ممشموتش بالقانون ديال المحاسبه العموميه الا انه في القانون تيتسمى كونطابل دو في بالفعل محاسب بالفعل ديالو، يعني انه منطقيا خصو يتحاسب على الافعال ديالو في الجانب المالي. احنا ما كيكفيناش انه الادانه كاينه مزيانه ولكن راه ما لا تشفي غليل المنخرطين. تابعنا مكسب المسير للوداديه منذ يناير الماضي 2023، صدرت الاحكام، صدر الحكم بالادانه لثلاثه اطراف، الرئيس والامين والكاتب، الرئيس في حاله اعتقال، الامين والكاتب في حاله صراح، استأنفوا، صدر الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعويض المتضررين، إلا أن الكاتب وأمين المال لا زالوا في حالة الصراح، وفي هذا ما يشكل بعض الامتعاض بالنسبة للمتضررين، لأن هؤلاء ألحقوا بنا ضررا كبيرا و نهبوا أموال الودادية وأساءوا تدبيرها وتسييرها، وبالتالي مجموعة من الضحايا الذين تابعهم قضائيا لا يروقهم هذا أن يبقوا في حالة الصراح. ثانيا مآل الأموال ديالنا بعد صدور هذا الحكم، مآل كيفية التعويض، نرى الكثير من الحجوزات على الممتلكات والمسطرة يشوبها بعض الشيء ما يشوبها، لأن حجم الأموال يقتضي أن يجرى تحقيق في طريقة تبديرها وخروجها من وتصريفها من حسابات الودادية الجهات المستقبلة لها. يعني هذا التحقيق لم يجرى رغم توصية الشرطة القضائية، وبالتالي نطالب في تصحيح المسطرة وبشكل الذي ينصف المتضررين. السؤال المطروح اليوم، فين هي الفلوس؟ وشكون اللي عاون هذا السيد حتى خرج الفلوس؟ فين مشاو الاموال؟ فين هو الدور ديال السلطات الاداريه في هذا الشيء؟ علاش ما دارش التحقيق الموازي؟ علاش مجموعه من الاسئله لحد الساعه مازال ما لقاتش الجواب ديالها وكتبقى مطروحه دون جواب لحد الساعه؟ هذا هو حنا اللي كنتمناو، ان الملف لحد الساعه مازال ما مشاش في المسار الصحيح ديالو، بغض النظر على الادانه بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، لحد الساعة المنخرط راه مازال ما استفدوا من الأموال ديالهم، مازال ما شافوا شكون اللي خدا الأموال ديالهم وشكون اللي ساعدهم في تهريب هذه الأموال. الفلوس ديالنا خرجت على برا على ما سمعنا، فين تستعملات؟ ياك ما استعملها في شي جريمة أخرى وحنا ما في خبرناش، ياك ما كنتحملوا المسؤولية الأخلاقية في شي الأموال ديالنا إلا تستعملها في شي جانب اللي ما حناش متفقين عليه. المهم كاين مجموعة من الأسئلة خصها تطرح وخصنا نلقاو الإجابة ديالها. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.